مسائي مهبت بعطر زكي، ففاح شذاها بجمع بهي. نسائم خير وجود كنور، من البدر في الأرض زار سليم. لمرضاة رب الورى سعيهم، وسنة أحمد خير مضي. بدعوة صدق وفي شدو روح، بتغريد صوت عذوب شجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للعلم منزلة وأي منزلة. ولو ذهبنا نذكر ونسرد الآيات والأحاديث التي وردت في فضل العلم والعلماء ورفعة شأنهم عند الله سبحانه وتعالى لطال بنا الحديث، ولكننا نقتصر على بعضها. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قرن الله سبحانه وتعالى شهادته بالتوحيد بشهادة ملائكته وأهل العلم، فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم شريف ومطلوب لذاته ومطلوب لغيره، لأن العلم لا يقصد لمجرد العلم في ديننا، وإن كان فيه لذة ومتعة وشرف ورفعة في نفسه، إلا أنه لا بد في ديننا وفي آيات القرآن وفي توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتبعه العمل. ولهذا قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، إلى آخر الآيات التي أعقبت ذكر العلم بالعمل. وهذا شيء معروف، ولكن لابد لنا من التنبيه على أن العلم فرض من حيث الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولكن هذا الفرض ينقسم كما هو معلوم عند العلماء والباحثين والمختصين، ينقسم إلى ما هو فرض عيني وإلى ما هو فرض كفائي. ونشير في عجالة إلى الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. الفرض العيني هو المطلوب من كل مكلف بنفسه، لا يقوم به أحد عنه، كالصلاة والزكاة على الأغنياء، والصوم على القادر، والحج على المستطيع، وغيرها من الفرائض. ولعل هذا يعرفه كثير من الناس. لكن الفرض الكفائي هو الذي قد تحصل فيه الغفلة، أو يحصل فيه شيء من التواكل، لأن الفرض الكفائي يخاطب به الجميع ابتداء، فهو في البداية عند الجمهور كالفرض العيني، يتوجه فيه الخطاب إلى كل المكلفين. ولكن الفرق هو أنه يسقط بقيام بعض من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط التكليف وسقطت المؤاخذة والإثم عن الآخرين. ولهذا قد يحصل فيه يعني تواكل، أو يظن الإنسان أن غيره قد قام به، ولا يكون الأمر في الحقيقة كذلك. نسائم هبت بعطر زكي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. العلم
هو انكشاف الشيء على ما هو عليه في الواقع، وضده الجهل، فالجهل إما عدم الانكشاف أصلا، وإما انكشاف الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فالأول جهل بسيط والثاني جهل مركب. ووصف العلم بكونه شرعيا يخصصه بكل ما يدل العبد على الله سبحانه وتعالى، فكل ما يتعلم به المسلم خطاب الله سبحانه وتعالى إليه يندرج تحت علوم الشريعة. فعلوم الشريعة إما علم مقصد وهي الكتاب والسنة نصوص الوحيين، وإما علوم تعين إلى فهم هذا المقصد ليكون المسلم على بصيرة من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أهمية تعلم العلم الشرعي ونشره وبذر العلماء في المجتمع المسلم، فالله سبحانه وتعالى حث الأمة وطلب منها أن تخصص بعضا من أبنائها ليكونوا في سلك العلم الشرعي، فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فوجود العلماء الشريعة أمنة للأمة من الزيغ، فالعالم يرى الفتنة عندما تقبل، أما العامة فترى الفتنة عندما تدبر. وجود العالم في الأمة يبصرها بسلوك الطريق الدنيوي والأخروي، لأن طريق الدنيا هو موصل إلى الله سبحانه وتعالى، والعالم الذي آتاه الله بصيرة يري الناس كيف يسيرون في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن. كما أن العلم الشرعي أمنة للفرد نفسه، فإنه يرى ويبصر بنور الله سبحانه وتعالى ويرشد الخلق إلى الطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. نسائم هبت بعطر زكي. من هي الشخصية الفقهية التي تأثر بها الشيخ وتمنى أن يكون هو في مكانها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا في الحقيقة منذ نعومة أظفاري وعمري 9 سنوات تولى أمري، هو الذي تولى أمري هو جدي الشيخ علي المربي المعروف العالم الجليل. فرحلت من تاجوراء إلى جامع ميزران وعمري 9 سنوات، وجدي رحمه الله بدأ دراسته في يد أخيه الشيخ محمد، لأنهم اثنان الشيخ محمد والشيخ علي. الشيخ محمد هو الكبير والشيخ علي هو الأصغر، فمعروف في مستوى تجور المناطق هذه كلها الشيخ الكبير والشيخ الصغير، وكانوا بفضل الله عليهم ملان وزكيهم مع الله مرجعية للناس في القدوة وفي العلم وفي العمل. الشيخ علي انتقل مبكرا بعد ما أخذ عن أخيه الشيخ محمد، انتقل مبكرا إلى طرابلس جامع ميزران، ونوع معرفه عن شيوخ العلم في ذلك الوقت، منهم الشيخ عبد الرحمن البوصيري الذي أخذ عنه الحديث، والشيخ إبراهيم بكير، والشيخ مختار الشكشوكي، والشيخ سلام الرقماطي وغيرهم. وكنت ألازمه ملازمة كاملة، وأعلم يعني أشياءه الخاصة، لأن الوحيد من العائلة كنت يعني أقيم معه في غرفته في الخلوة في جامع ميزران، باقي أسرة العائلة كلهم يدرسون هناك، لكن الوحيد اللي هو اختصني برعاية خاصة وأنام معه وأقوم وأطلع على كل شؤونه، ورافقته في حله وفي ترحاله وفي كل شؤونه. وكنت
بوابه الخاص الذي يستأذن للزوار عليه، ويعني كان يخصني بكثير من الرعاية. فتعلمت بالإضافة إلى يعني ما تعلمته منه من الكتب، تعلمت منه من سمته وسلوكه وخلقه وإخلاصه وبعده عن التكلف، لأنه في الحقيقة في ذلك الوقت على قلة ذات يده يعني هو الذي يتولى رعايتنا جميعا. والدي لا يشتغل طالب، وأنا طالب وهو شيخ، واجتمعت لنا صورة يمكن نادرا تتكرر. كنت أنا طالب في سنة أولى ابتدائي في معهد أحمد باشا الديني، ووالدي طالب في السنة الرابعة الثانوية، وجدي يدرس في المعهد. يعني كنا الابن والأب والجد كلنا في يعني مدرسة واحدة في معهد واحد. فكان والدي والأسرة تقريبا كلها ما عندها شيء دخل، ونعيش على يعني مرتبه المتواضع جدا. كان يأخذ في على رغم من قيامه بأعمال ربما لا يستطيع أن يقوم بها العدد، كان يقوم بها وحده. وكان مرتبه في ذلك الوقت 3 دينارات أو 3 جنيهات من هيئة الأوقاف. ودروسه مستمرة طول اليوم، يدرس في اليوم أقل ما يكون 7 ساعات، 7 دروس كل يوم عنده. فهذا هو الرجل الذي يعني كنت أراه قدوة، وكنت يعني أنهل من معرفه وعلمه. وأكثر شيء هو السمت والسلوك، كان الرجل بعيد عن التكلف، وكل ما يبتعد الإنسان عن التكلف يكون أقرب إلى الإخلاص، لأن التكلف فيه حظ للنفس وحظ للدنيا، فإذا ابتعد الإنسان عليه صار عمله يعني أقرب شيء إلى الإخلاص. وكان من سمته ومن خلقه أنه قليل الكلام إلا فيما فيه نفع. يعني هو عندما تجلس إليه تقول إنه ساكت، لكنه في الواقع ليس كذلك. هو صحيح لا يتكلم مع جليسه إلا ما فيه ما يعنيه وفيه نفع وفائدة، لكن هو لا يفتو عن الذكر وعن القرآن وعن قراءة الدروس وتحضيرها. وكما قالوا، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهناك صفات كثيرة في الحقيقة في الشيخ رحمه الله، هي كلها من سمات السلف الصالح. يعني تراه يعني عندما تراه ترى يعني نسخة من سلفنا الصالح تتحرك على الأرض، ولكن لا يذكر ذلك وما سمعنا منه يوما على كثرة عبادته واجتهاده في العلم وفي العمل. ما سمعنا منه يوما أنه ذكر أنه رأى رؤيا ولا تكلم بشيء من الأشياء التي يتكلم بها الناس الذين ينتسبون إلى الصلاح وإلى الخير، بل ربما إذا فتح معه أحد هذا الباب يقول له افقي وامرأة بطميت لقوش، فمعناها يسكر الباب من الأول ماشي يستمر. فهناك أشياء كثيرة يعني، لكن لا نريد أن نسترسل على عندكم أسئلة. نسائم هبت بعطر زكي. لا شك أن ليبيا بلد تزخر بالشخصيات العلمية والأدبية والثقافية، غير أن الأمور لم تكن على ما يرام من حيث إظهار هؤلاء الشخصيات الأدبية والثقافية، والتي على رأسها السيد عمرو النامي.
عمر خليفة النامي، رجل من رجالات الفكر على مستوى العالم العربي، رجل تمترس في هذا الميدان ودع صيته وبدأ منذ نعومة أظفاره ينهل من معين العلم، حيث أنه التحق بالمدرسة في جبل نفوسة في مدينة غريان، قضى فيها المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، ومنها التحق بأول كلية أنشئت في ليبيا في بنغازي، كلية الأداب والتربية، تلك الكلية التي في أصلها كانت قصر الملك إدريس رحمه الله والقصر العامر، وهبها الملك إلى طلاب ليبيا، فحوت هذه الكلية مجموعة من النجباء والأذكياء، كان على رأسهم الأستاذ عمرو النامي. هذا الرجل كان لا يخاف في الله لومة لائم، جهد بقلمه وفكره، فعندما صار الانقلاب في ليبيا على الملك إدريس السنوسي كتب الدكتور عمر النامي، ووقتها كان أو في حينها كان في بريطانيا، كتب مقالا في جريدة من الجرائد، وهذا المقال كان بعنوان كلمات للثورة، وفحوى هذه الكلمة الذي كتبها الدكتور عمر النامي تكلم فيها على الانقلاب، وقال إن الجيش إذا انقلب على نظام من الأنظمة فهذا الانقلاب هو حالة استثنائية ومؤقتة، فينبغي بعد ذلك أن تسلم السلطة إلى الشعب يقرر حياتهم السياسية والحياة الاجتماعية. لكن لم يرق هذا الكلام لنظام القذافي حينها، فعندما رجع الدكتور عمر النامي إلى بلده ليبيا استقبل في المطار من الأجهزة الأمنية وقاموا بالقبض عليه لبضعة أيام وقاموا بالتحقيق معه، ثم أفرج عليه بعد ذلك وقبض عليه مرة ثانية وثالثة. كان شاعرا أصيلا له شعر في النبويات وفي الإسلاميات وفي الأمور العامة، أكثر شعره عليه مسحة أو مسحة من الحزن بسبب المعاناة الطويلة التي عاناها في السجون، وهو شاعر أصيل يستحق الدراسة العميقة أكثر مما درس، وما أظن أن الدراسات عنه الدراسات الشعرية إلا قليلة. اشتهر الدكتور عمرو النامي بدفاعه عن الإسلام وبكذلك مناقشته لقضايا تتعلق بالحضارة الإسلامية وكذلك بالحضارة الغربية، قام بالعديد من الدراسات التي دافع فيها عن القرآن الكريم وكذلك عن السنة النبوية، بل تعدى ذلك إلى الحديث عن الفكر الإسلامي بشكل عام وكذلك الدفاع عن الشعر والنقد الأدبي في مناقشاته من خلال مقالاته مع الأدب الساخر وكذلك مع مقالات الدكتور الصادق النيهون. له دراسات عديدة تتعلق بالمذهب الإباضي كدراسات عن الإباضية، كانت أول أطروحة أكاديمية من قبل الإباضيين تعرض فيها لقضايا كثيرة تتعلق بالمذهب الإباضي، ناقش فيها شبهات المستشرقين وبعض القضايا والأعمال في هذا الجانب. أخرج الدكتور عمرو النامي وهجر من بلده، انتقل بعد ذلك إلى أمريكا، خرج مكلوما حزينا وهو ينشد أبيات: ودعتك رغم الشوق للدار والدار ذات أحاديث وأخبار، وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبح محاضرا بجامعة ميشيغان، ومن ثم عاد في عام 1979 إلى موطنه إلى ليبيا. غيب عمرو النامي في السجن منذ سنة 81 وانقطعت أخباره منذ سنة 83، فلا يعرف أهله وأبناؤه وأحفاده عن مصيره شيئا مؤكدا محققا، فمع أنه كان قد اعتزل الحياة العامة واشترى قطيعا من الغنم وعاش راعيا للغنم وابتعد عن الوظيفة وعن الحياة العامة، ولكن أيدي الجلادين لاحقته وسجنته وانقطعت أخباره كما قلت. نسائم هبت بعطر زكي. مجموعة البركة، اختر حديثين ظاهرهما، طبعا مش كل أسئلة أكاديمية لكن الأول هذا جاكم،
اختر حديثين ظاهرهما التعارض واجمع بينهما في ثلاث دقائق. اجمع بين الحديثين في ثلاث دقائق. حديثين ظاهرهم التعارض في ثلاث دقائق ورينا الجمع واقنعنا بهذا الجمع. ميتة البحر أظنها التعارض. تعارض متعارضات. إيه. مجموعة الحصافة ركزوا على الإجابة من كثرة الحفاظ. إيه. استشيروا فيما بينكم طيب أقولوا هذا خلنا نخدم على حالنا تقييمكم لهم. إيه هات أي عندنا الإجابة يا شيخ. شيخ عبد العزيز هو. إيه تفضل يا شيخ. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. جميل. الحديث الثاني فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب اقنعنا ترى شنو الراجح بينهما؟ ظاهرهما التعارض. ايه ومسألة الجمع بين المتعارضين هذه ربما احيلها الى باقي اعضاء اللجنة حتى نتشاور. الطفل الطاجين تحولها لاعضاء اللجنة خلاص لما قيد واحد معاش يجاوب ثاني. لا 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 تزيم صراحه شغله لطيف. هي وقت اللي عنده تعارض هكذا على سرعه التزيم قال عبو الاسر. والحديث الاول اللي هو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره على معنى والله اعلم على معنى انه العدوى او الامراض لا تعدي بنفسها ولكن تعدي بقدر الله سبحانه وتعالى. فالامور كلها بتقدير الله. وأما الآخر فالأخذ بالأسباب واجب، لابد من الأخذ بالأسباب والأقدار التي يقدرها الله تقع والله أعلم. قلت الكمل الثروة يا حسن وانتهى الوقت بالضبط. الآن التقييم شيخ يسري أنت اللي بتفصل في يعني اسمع من اتق الله يا شيخ يسري حيث ما كنت وأتبع الله يا رازل وأتبع العشرة الحسنة يهز علي يا شيخ محمد خليل الزروق لو جعلتموها لغيرهما. هذا طب شوفوا مكانة الشيخ عندكم لا إله إلا الله. أيوة لكن ده منك أنت قاعد في الصريق أنا بشلطة عشرة. أيوة قداش من عشرة والله. أيوة الديرة تنقى يا شيخ راو شاوروا ها راو حتى ذكر الحديث موجود في الدرجة ثلاثة درجات. أي طبعا طبعا شوفوا مرايق هم قيموا في التفسير بس ديرنا الكثيف ينقف على التقييم كامل يا شيخ راو. شيخ يسري راو معلش راو في مثل سائر في بلاد الله كلها أو اللي يدير الكفيف يقاف عكوزة يا شيخ رئيس اللجنة خليش يتروا علينا بالله. لا لا بالله شوي خليش يتروا علينا لو سمحت بدون حتى في ذكر أيوة. مش في شرحه بس يا شيخ. عموما بعد التداول يعني بيني وبين إخوتي رأينا أن تقييم السؤال يكون 6 من 10 ولعدة أسباب. أولا طبعا أن عبد العزيز لم يكمل إجابة كاملة ثم أنه الشيخ محمد أتمها ولكن أتمها متأخرة فيعتبر يعني هذا تقييمنا 6 من 10. السؤال الآن اللي مجموعة الحصافة أيوة الدرجة يا شيخ ولا بعدين؟ لا الدرجة في الأخير. بعدين في الأخير بس ملامح وجوهكم النيرة تقول إنكم أكرمتمونا درجة في الأخير. لا 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 جزاكم الله خير نفع الله بكم نبدو تحسبوا معانا أنتم أطال الله في أعماركم تقبل الله منا منكم. احنا عندنا فيكم الثقة العمياء يا شيخ غير زيد عليك يا فتى يا رازل لباس عليك يا شيخ علي لباس حشيشة الكول اختر السؤال اختر السؤال شيخ علي يجيب لكم مية هذا حشيشة الكول هذا يجيب لكم مية. عموما السؤال رقم 3 يا دكتور كيف يا شيخ السؤال رقم 3 3 جميل تقدر تشوف حتى اختي يا سيد يا سادة يا سادة الحصافة اسمعونا نشيدا لا يتعدى دقيقتين أو 3 دقائق نستمتع به وتقييم سيكون على الأداء وعلى التأثير. أيوة يا سلام نشيد يا سيدي. عندك شيخ يسري نشيد مغنى يعني لا عندك شيخ يسري لا عندك شيخ ده هاي شيخ هاي توكل على الله على طول هاي شيخ محمود ابدأ اسمعوا واستمتعوا واطربوا وانتقدوا تفضل شيخ محمود تفضل علي صوتك هاي لا لا حاضر حاضر شوي شيخ عبد اللطيف طيب تبلغ بالقليل من القليل هيا صح هو قاعد بداش عادت اليكم شوي هذا شعر ولا لا ترسلوا فيه يا شيخ معليش يا شيخ محمود الوقت يا شيخ محمود محظور تبلغ بالقليل من القليل
بالقليل من القليل وهي زاد للسفر الطويل ولا تغتر بالدنيا وذارها فما الدنيا بدار للنازل ولا تعصي إلهك وأطعه دواما علا تحظى بالقبول وطاعته غنى الدارين فالزم وفيها العز للعبد الذليل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغداة وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهادي البشير تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل تكبير الله اكبر يا رازنا قلنا قليل هذا موافقين عليها عاطين عليها عشر تو الان المجموعه تقيم طبعا لا غير قبل يكلم يهزوا يا شيخ من اول نشيد لعند اخره لا ما ايه هو واضح الانسجام هذا الانسجام شنو يا شيخ لا هذه كلمه تسال عنها كلمه تحكيم عفوا للانصاف غير الانصاف يا شيخ نشوف التقييم بعد الشيخ نشوف انزل الله عليكم البركات في كل حين اسمعوني في كلمه للجميع هذه كلمه للجميع قد تضطر اللجنه الى خصم بعض الدرجات من الفريق اللي يشوش على الفريق الاخر الله يفتح عليك الله يعزك يا شيخ علي مش الله اكبر يا شيخ لطيف هذا هو الثاني سواء كان في الاجابه والله في الحركات الله يفتح عليك نريد ان احنا نستمع اسمع النقاط يا شيخ علي فاي تاثير راح ينقل من الدرجه تمام اسمع النقاط طب شفت اللي بنقيم باغي شاور جماعتك وشوي على مالك شو النقاط يعطي درجته واخلاص ماكو بالي لا معلش ما تشوش علينا معلش لو سمحت معلش ايوه ما تشوش علينا ارجوك الكوره في ملعبنا الان وبنتكلموا تفضل ايوه تفضل انا قبل ما نقول الدرجه باش نكون منصف بنقول عده اشياء اولا المنشد قال القليل اذا طلب القليل من بدايه القصيده فنعطوه القليل ما ولا يهمه نلتزم ما كانش شيء موفق حقيقه نلتزم بالنص هذه اولا ثانيا عاشق علي انتم لجنه ترضوا بتقييم نحن قلنا بالتاثير مش بال يا شيخ علي لا احنا اللي اثر في التاثير يا شيخ احنا نقول ما نشاء وصلت ومن حقكم ان تقرروا ما تشاؤون اما ما تردوش علينا تعليلات ويا بدنا بالشيخ الطيب الدرجه قداش انا مزال الشيء الثاني الشيء الثاني ان كنا نتوقع ان علماء اجلاء زيهم يستخدموش اي وسيله للتنقيق قصدي للاستعانه بها زي الهاتف الجوال لا عليكم ولا واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله الحاجه الثالثه ان احنا اصلا اعناهم في الاجابه في كم من كلمه كملنا لهم الروي نتاع البيت في الاصيلي وكذا لا والله ما صار انت في اللجنه والله ما صار هذا صار ومقيد ومسجل في الاذاعه الحاجه الرابعه ان اخر بيت قال شوف لازم فيه الشاعر والمنشد بالحرف القافية
قال بشيري وهي كلها القليلي في الأخير لامية مش رأية، فجاب واحدة رأية. وهناك أمور أخرى نحتفظ بها لنفسنا، ونظرا لأن السؤال الذي اختاره رئيس اللجنة رقم 3 فأعطيه من الدرجات 3 وجزاكم الله خيرا. تبلغ بالقليل من القليل. مسائم هبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بني، مسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زاه سليم، لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي، بدعوة صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجيب.